أغرقت السيول عدداً من الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وجرفت شخصين وخلفت أضراراً مادية كبيرة في المحال والممتلكات والمنازل. أشارت مصادر محلية إلى تضرر منازل المواطنين في أحياء الشميلة والخفجي والحثيلي ودار سلم وحي القادسية في العاصمة صنعاء وفقاً للمصادر. وقالت مصادر طبية إن السيولة جرفت شخصين في ميدانية السبعين، في حين وصل إلى المستشفى عدد من الأشخاص بعد إنقاذهم من السيول. إلى ذلك قالت مصادر إن غزارة الأمطار والسيول تسببت بانهيار منزل مكون من 3 أدوار بحارة الذهب في صنعاء القديمة، فيما تضررت العديد من المنازل التاريخية في المدينة جراء دخول السيول إليها. وتسببت السيول بتوقف حركة السيل في العديد من الشوارع الرئيسية وحالة من الخوف والهلع بين أوساط المواطنين في ظل تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم.